ذكر الله جل وعلا في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم هذه الفرائض الأربعة يجب أن تأتي مرتبة، يعني غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. فلذا قالوا الفرض الخامس من فروض الوضوء الترتيب. السادس الموالاة، بحيث لا تفصل بينها بفاصل طويل عرفا، فلا بد أن تجعلها متتالية. إذن الترتيب يعني تبدأ، معنى الترتيب أن تبدأ بماذا؟ بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين الكعبين. ها، الموالاة أن تأتي بها متوالية ما تفصل بينها بفاصل. هذه أركان أركان الوضوء. طيب أين المضمضة؟ أين الاستنشاق كما هو في حديث اليوم؟ قالوا هي داخلة في غسل الوجه. فلذلك حكم المضمضة والاستنشاق أنهما واجبتان لأنهما جزء من الوجه. ويدل على ذلك السنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، كما أنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ولم يؤثر عنه أنه توضأ وترك المضمضة والاستنشاق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر.